اول شيء بدي لك مبروك التكريم. الله يبارك فيك يا رب. شو بيعني التكريم لتامر حسني؟ مش اول تكريم هنا لك، هو ثاني تكريم هنا في لبنان ومن الجائزه تحديدا، وبيعني لي كتير الحقيقه، عشان هي جائزه جايه من لجنه متخصصه يعني تدرس نوعيه الفن او الفنان نفسه يستحق ايه، وبيدوله التقدير او الجائزه على هذا الاساس يعني. فانا طبعا بشكرهم النهارده، يعني كان التكريم يعني هو من لبنان فعزيز على قلبي برضه. شو الشيء ده اللي محضر لي؟ الفيلم بتاعي ان شاء الله يعني، بس واخد وقت عشان يخلص، مش فيلم سهل يعني. والالبوم بتاعي في العيد ان شاء الله. بعيد ان شاء الله اسمه عمري ابتدى. يعني في تفاؤل، وفي يمكن انا حاسس بلحظه جديده بتحصل في حياتي كمطرب. اقول لهم ربنا يحفظكم وتحققوا كل احلامكم.